افتتح معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان السينمائي البحريني صنع بشغف والذي يقيمه المركز، وتم عرض 11 فيلما بحرينيا قصيرا خلال الحفل بحضور جمهور واسع من الفنانين والمخرجين والمثقفين من البحرين والخليج العربي. صنع بشغف مهرجان سينمائي بحريني أطلق عنان المبدعين في هذا المجال وأصبح مكونا رئيسيا في المشهد الثقافي في المملكة على مدار السنوات الماضية، معطيا الصورة المثالية والمتميزة للتنوع الثقافي والفني من خلال مساهمته في تنشيط المشهد الثقافي والسينمائي وتطوير ودعم جهود المتألقين. المهرجان أعطى الفرصة للمبتدئين والمحترفين في مجال صناعة الأفلام والمنتجين لاغتنام الفرص المهمة والملهمة من خلال استضافته لعدد من الفنانين والمخرجين والمثقفين من مملكة البحرين والخليج العربي. مهرجان صنع بشغف هذه دورة الخامسة، واللي يميز هذه الدورة ان احنا قدرنا ننتقل الى مرحلة المسابقة الخليجية ان شاء الله من الدورة السادسة، والحضور الخليجي هذه السنة ايضا. السنة هذه قدرنا نتمكن نحصل فيلم للمخرج الراحل محمد جاسم شويط، نعرضه لاول مرة للجمهور، راح يكون مفاجأة. وما يميزنا ايضا في صنع بشغف هو عملية انتاج الافلام، احنا مو بس مسابقة افلام، احنا ننتج افلام وتحت مظلة مركز عيسى الثقافي انتجنا 6 افلام بحرينيين راح ينعرضون لاول مرة حق الجمهور. هذا النشاط والحراك يحتاج الشباب في دولنا الخليجية لنصنع لنطور بالسينما ونصنع شباب يستطيع أن يتعرف على أدوات السينمائية ويقدم أفلام تساهم في رفع الثقافة في وطننا العربي. وكان لرواد السينما البحرينية بصمة واضحة في المسيرة السينمائية المتميزة، حيث تم تكريم المخرج خليفة شاهين خلفان الذي يعد من أوائل المخرجين في الخليج العربي، كما تم تكريم الكاتب أمين صالح والشاعر والكاتب علي الشرقاوي في المهرجان احتفاء بهم واحتفالا بما قدمته هذه الكوكبة لهذا المجال المهم. وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن الأفلام الفائزة، حيث فاز فيلم البحر بالجائزة الأولى، وفاز فيلم حذاء يصغر في كل ليلة بالجائزة الثانية، في حين فاز بالجائزة الثالثة فيلم سلام، وقد فاز فيلم سلب بجائزة فريد رمضان.